فضيلة الشيخ، ما معنى حديث الصوم جنة؟ وهل صحيح بأن يقول حيث يصوم الناس والفطر الصوم حيث يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ هاتان مسألتان، المسألة الأولى عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. نعم، الجنة ما يتخذه الإنسان وقاية دونه ودون السلاح ودون الإصابات. نعم، مثل الترس الذي يتترس به دون القذائف. فالصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي. نعم، التي هي أشد من وقائع السلاح أو وقائع القذائف، معاصي. فالصوم يقيك من المعاصي، ولذلك يسمى جنة بمعنى أنه يجنك ويدفع عنك الإصابات. فهذا يدل على فضل الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا بماذا يخرقها؟ قال بغيبة أو نميمة. أو ما هذا معناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فحافظ على صيامك من المؤثرات. الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما هو ترك ما حرم الله في كل وقت. هناك صوم دائم إلى الوفاة وهو الصيام عما حرم الله، وهناك صوم في وقت معين فرضا أو نافلة وهو ترك الطعام والشراب والمفطرات. نعم، وهذا أهون الصيام، هذا أهون الصيام. قد يسهل على الإنسان ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك الغيبة والنميمة والألفاظ السيئة. فالمسلم يتفطن لهذا، أن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب مع إطلاق لسانه في الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم.